ثقافة. إذا أجندة متخمة لمجلس الوزراء اليوم. معنا لمزيد من التفاصيل وينضم إلينا هاتفيا هند مختار، مسؤول ملف مجلس الوزراء بصحيفة اليوم السابع. أهلا بك معنا أستاذة هند على شاشة أون لايف. ويعني كما ذكرت، هناك الكثير من القرارات في مجالات مختلفة: التموين، العدل، الآثار، الرياضة. دعينا نأخذها بالتفاصيل يعني المختصرة بشكل أو بآخر. دعينا نبدأ من وزارة التموين والإعلان عن منحة البطاقة التموينية. ما قيمة هذه المنحة وكيف ستصرف؟ اهلا وسهلا أهلا بحضرتك. هو بك. بالفعل زي ما حضرتك اشرتي ان النهارده الحكومه اتخذت قرار هام جدا، وهو منحه المليار جنيه في السلع التموينيه استعدادا لشهر رمضان. المنحه دي هتصرف لشهر واحد فقط وهو شهر رمضان، وهتكون بواقع 14 جنيه لكل فرد على البطاقه التموينيه. هتصرف مع مستحقات شهر يونيو اللي هياخدها المواطن، وهتركز على السلع الاساسيه خاصه سلعتي السكر والزيت. وزير التموين النهارده في مؤتمر صحفي مجلس الوزراء اكد ان هذه المنحه هي استجابه لمطالب مجلس النواب وائتلاف دعم مصر لتخفيف العبء على المواطنين، خاصه مع قرب شهر رمضان وارتفاع في اسعار السلع. فبالتالي الحكومه رات ان هذه المنحه الهدف الاساسي منها هو توفير اكبر قدر ممكن من السلع الاساسيه للمواطن المصري. طيب، نقفز على تشكيل المجلس الأعلى للآثار. الحكومة اليوم وافقت على تعديلات بشأن تشكيلة المجلس الأعلى للآثار. ما هي بنود هذا التعديل؟ وهل المجلس يعني هيئة مستقلة؟ ماذا عن ميزانية هذا المجلس؟ هو قرار الحكومه النهارده بتعديل بالموافقه على تعديل قرار او المجلس الاعلى للاثار ياتي في اطار المطالبات والتقرير اللي رفعه وزير الاثار للحكومه بضروره الموافقه على هذه التعديلات، خاصه وان المجلس هو هيئه مستقله بتصرف ذاتيا على نفسها وبتعتمد بشكل اكبر على الاثار والسياحه، عفوا على السياحه وتنشيط السياحه ومعدل السياحه الوافده لمصر. المجلس الاعلى للاثار دوت التعديل الجديد اللي هيكون نعم. فيه ان هو بجانب اعضاء وزاره الاثار هيضم ليه خبراء ومتخصصين في مجال السياحه والثقافه والقانون والاداره والتسويق، بيكونوا او بيقادرين على وضع خطط واليات لزياده موارد المجلس من خلال السياحه. طيب، ممتاز. نتحول إلى إجراء تعديلات. في الحقيقة هي كثيرة فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية. يعني هناك من يقول إن هذه التعديلات هي الأوسع منذ عام 1950، يعني 270 مادة. إلى أي مدى كان هناك الحاجة لإجراء مثل هذا التعديلات على هذا القانون؟ وأبرز خطط التعديل في هذا القانون برأيك؟ هو تعديل قانون الاجراءات الجنائيه هو التعديل الاوسع في موقف صحيح المهندس شريف اسماعيل، نظرا لعدد من المطالب كان من اهمها ضروره استحداث تنظيم باوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ايضا بتنظيم مساله سماع الشهود واعاده تنظيم اجراءات الحبس الاحتياطي، بالاضافه الى جزء هام وهو استحداث نظام لحمايه الشهود والمبلغين والمجني عليهم وحظر اعلان اسماء القضاه او نعم. البث في وسائل الاعلام الا باذن المحكمه، بالاضافه نعم. الى هذا الحظر مطلقا في حاله القضايا المتعلقه بالارهاب. نعم، اشكرك شكرا جزيلا. الاستاذه هند مختار، مسؤول ملف مجلس الوزراء بصحيفه اليوم السابعه.